الأستاذ، كان فين مضت الأيام الأولى من رمضان ودخلت علينا العشر الوسطى من الشهر الكريم؟ باش كتنصح المسلم يعني باش يغتنم هذه الأيام؟ يعني لم يرد في القرآن ولا في الحديث كلام عن العشر الوسطى. تكلم الحديث أو القرآن تكلم على رمضان كله وتكلم على ليلة القدر، ولكن في الحديث كنلقاو الحديث عن العشر الأواخر عند قول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوا في العشر الأواخر ليلة القدر، ولكن هذيك العشر الثانية كنكونوا وصلنا في الطاعة ديالنا وفي الالتزام ديالنا لواحد المرحلة كنتشوفوا فيها إلى أن الله سبحانه وتعالى يقبلنا بالعبادة ديالنا وبالطاعة ديالنا ويغفر الذنوب ديالنا ويتجاوز علينا، باش يعني بداك الإقبال، بداك الإقبال ديال الطاعة اللي دوزنا في العشر أيام الأولى كتولي عندنا ديك الطاعة شي حاجة يعني استنسنا بها وكيولي عندنا اللي كيقرا مثلا الورد ديالو اليوم ديال القران كتلقاه كيقرا القران، اللي كتلقاه عنده الورد ديال الذكر كتلقاه كيدير الذكر، وحنا كنا مجموعين في الصيام. ثم كيزيد الانسان يتربى بحيث انه كيجمع فمه كيجمع كيحضر عينيه كيحس بان هذاك الصيام اللي خصو يصومه هو ان يصوم عن المباحات وان يصوم عن المحرمات، وبهذا الاقبال على الله تبارك وتعالى وبهذا الصيام بهذا المعنى اللي كيقولوا عليه العلماء صوم الخاصه. هما الناس ماشي كيصوم غير المباحات، كيصوم الجوارح ديالو كتصوم، عينيه كتصوم، يديه كتصوم، ودنيه كتصوم، لسانه كيصوم، رجليك، فما كيمشي غير الاماكن ديال الخير وما كيقول غير الخير وما كيسمع غير الخير وما كيدير بيديه غير الخير. فسيدي ربي سبحانه وتعالى كيغفر ديك الذنوب ديالو، لان شنو اللي كيمحي الذنوب؟ الحسنات، ان الحسنات يذيبن السيئات، كيمحيوها. فهذا الاقبال على الله تبارك وتعالى دوزنا في العشر ايام كنزيدوا في هذيك العشر ايام الثانيه كنقبلوا على الله تبارك وتعالى، وكيرتفع منسوب ديك الاقبال والاحساس بالنفحات ديال الصيام والنفحات ديال رمضان والنفحات ديال القران الكريم. فهذه ايام مباركه، وان كان لم يرد فيها شي نص الا 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 ذاك الاثار اللي فيه يعني اوله رحمه ووسطه مغفره. فكنطلب الله سبحانه وتعالى في هذه العشر هذه الوسطى انه يزيد يوفقنا ويبارك لنا في العمل ديالنا ويعطينا القوه على ان نقبل عليه اكثر في اكثر، وان يغفر في ذنوبنا ويسر عيوبنا وان يتجاوز عن سيئاتنا ويعطينا ذاك يعني ذاك الاحساس باننا مقبلون على واحد خير كبير جدا وان سيدي ربي فرحان بنا.